كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في بروكسل مع معالي السيد اوغستو سانتو سيلفا وزير خارجية جمهورية البرتغال. وتم خلال الاجتماع بحث اوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه الى مستويات اشمل بما يخدم المصالح المشتركة بالاضافة الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية.